مرحبا، أنا الدكتورة رميك عبد الله. اليوم راح أتحدث عن معنى انقطاع الدورة الشهرية، عن أعراض هذه الحالة وعن وسائل التكيف مع هذه الأعراض، وراح نتحدث عن وسائل المحافظة على الصحة قبل انقطاع الدورة الشهرية وبعدها. انقطاع الدورة الشهرية عملية طبيعية تحصل لكل امرأة في حياتها عندما تتوقف دورات الحيض لديها بشكل نهائي، ويتأكد بلوغ المرأة سن انقطاع الدورة الشهرية عندما تتوقف دورة حيضها لمدة سنة. وبالنسبة لمعظم النساء في أستراليا يحصل انقطاع الدورة الشهرية لديهن بين سن 45 عام و 55 عام. ويحصل انقطاع الدورة الشهرية عندما يتوقف المبيضان عن إنتاج البويضات، وتؤثر هذه العملية على مستويات الإستروجين وهو الهرمون الأنثوي الذي يعدل الدورات الشهرية وغيرها من العمليات البدنية لدينا. ومع اقتراب المرأة من سن انقطاع الدورة الشهرية تتأرجح مستويات الإستروجين فترتفع حيناً وتنخفض حيناً آخر، وقد تستغرق هذه العملية الانتقالية شهوراً أو سنوات إلى أن تحصل لديك الدورة الشهرية النهائية. وليس بإمكان طبيبتك أن تخبرك عن مدة الفترة الانتقالية التي تستمرين بها قبل انقطاع دورتك الشهرية نهائياً، إذ قد تستغرق هذه الفترة شهور أو سنوات. فيما يلي خلاصة بما تكلمت عن أعلاه: انقطاع الدورة الشهرية أمر طبيعي في حياة المرأة. يحصل انقطاع الدورة الشهرية بسبب توقف المبيضين عن إنتاج البويضات. تبلغ المرأة سن انقطاع الدورة الشهرية عندما تتوقف دورة حيضها لمدة سنة. بالنسبة لمعظم النساء في أستراليا تنقطع دورتهن الشهرية ما بين 45 عام و 55 عام. أعراض انقطاع الدورة الشهرية. مرحبا بكم مجددا بهذا الجزء، راح أتحدث عن الأعراض. من المهم أن ندرك أنه مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تختلف من امرأة إلى أخرى، لذلك الأعراض لا تكون متشابهة لدى جميع النساء. فمن بين كل 10 نساء يقتربن من مرحلة انقطاع الدورة الشهرية لا تعاني امرأتان منهن من أي أعراض، بينما تعاني 6 نساء من أعراض تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة، وامرأتان من أعراض شديدة قد تؤثر على مجرى حياتهن. كذلك من المهم أن ندرك أن ظهور التغييرات البدنية التي تشير إلى اقتراب حصول انقطاع الدورة الشهرية قد يبدأ عند بلوغ المرأة منتصف العمر، وهو الوقت الذي يحتمل أن تصبح فيه علامات التقدم بالسن أكثر وضوح لهن. لذلك أوقات من الصعب أن نميز بين اقتراب حدوث انقطاع الدورة الشهرية أو هو تقدم بالسن، لذلك عليك أن تستشيري طبيبك بهذا الشأن. هذا ويعود سبب معظم أعراض انقطاع الدورة الشهرية إلى انخفاض هرمون الاستروجين الأنثوي. وأي تغيير في دورات الحيض لديك، خاصة إذا كانت سنك ما بين 45 و 55 عاماً، قد لا يكون علامة على اقترابك من سن انقطاع الدورة الشهرية. وفي هذه الفترة قد تزيد وتيرة حصول الدورات الشهرية أو تنخفض، كما قد تستمر لبضعة أيام إضافية أو تنقطع قبل بضعة أيام من وقتها المعتاد، أو قد يكون الحيض أخف أو أشد من العادة. وإذا كنت من هذه الفئة العمرية وفاتتك دورة شهرية، يتعين أيضاً أن تتفقدي الأسباب الممكنة الأخرى، ومنها احتمال أن تكوني حاملاً، إضافة إلى سبب شائع آخر وهو الضغط النفسي الشديد. ومن الأعراض الشائعة الأخرى لانقطاع الدورة الشهرية الشعور المفاجئ بارتفاع في الحرارة في الجزء الأعلى من الجسم بما في الرقبة والوجه. يسمى هذا الشعور بالهبات الساخنة، ويكون عادة قصير الأجل، ويمكن أن يحصل ليلاً أو خلال النهار، ويختلف تكرار حصول الهبات الساخنة وحدتها وفترتها بين امرأة وأخرى. وبسبب تناقص الإستروجين تترقق بطانة المهبل وتصبح أكثر جفافاً، وبالتالي تقل رطوبة المهبل ومرونته، مما يسبب ألماً أو عدم راحة عند ممارسة الجنس، ويقلل من اهتمام المرأة بالعملية الجنسية. كذلك يتزايد احتمال تعرض المرأة لالتهابات في المهبل أو في الإحليل أي مجرى البول. وقد يعاني بعض النساء من الآلام في العضلات والمفاصل في المرحلة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية. وفي هذه المرحلة قد يصبح بعض النساء سريعات الانفعال أو يتقلب مزاجهن بصورة مفاجئة،
وقد يشعر بعض النساء بحالة قلق بدون معرفة السبب الفعلي لهذه الشعور. وقد يعاني بعض النساء من صعوبة في الخلود إلى النوم أو النوم بدون انقطاع، وقد يبقين مستيقظات طوال الليل مما يسبب لهن شعور بالتعب والإنهاك في اليوم التالي. وقد لا ترتبط زيادة الوزن في الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية مباشرة بانقطاع الدورة الشهرية، بل قد تعود إلى اتباع المرأة نظاماً غذائياً غير صحي وعدم ممارستها النشاط البدني لسنوات عديدة. وقد وجدت دراسات أن التغييرات الهرمونية خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية تتسبب زيادة في الوزن في الجزء الأوسط من جسم المرأة. ويجد بعض النساء صعوبة أكبر في تذكر الأشياء، وقد يعانين من مشاكل في التركيز. وقد يتراءى مما ذكرت أن هناك أعراض مزعجة عديدة، لكن هذه الأعراض لا تحصل لكل امرأة تقترب من سن انقطاع الدورة الشهرية، ويستحسن أن تراجعي طبيبك بشأن هذه الحالة. وإذا كنت لا تريدين الإفصاح عن حالتك إلى طبيبتك العامة، بإمكانك مراجعة إحدى ممرضات الصحة النسائية أو أحد مراكز الصحة النسائية أو مؤسسة تنظيم الأسرة في نيو ساوث ويلز الفاميلي بلانينج. ومن المهم أن تتذكري أن لانقطاع الدورة الشهرية إيجابيات أيضاً. تتمكن المرأة خلال هذه الفترة من إعادة الاهتمام بنفسها والقيام بأشياء تحسن من صحتها، وقد يصبح لديها الآن حرية أكبر للقيام بأشياء تتمتع بها فعلا. فيما يلي خلاصة بما تكلمت عنه في الجزء في هذا الجزء. قبل أن تتوقف دورات انقطاع الحيض عند المرأة كليا، قد تحصل لها بعض التغيرات البدنية كالهبات الساخنة والألام في العضلات والمفاصل والجفاف المهبلي والتراجع في الرغبة بالعملية الجنسية والصعوبة في النوم والتقلب في المزاج والنسيان. تختلف أعراض انقطاع الدورة الشهرية بين امرأة وأخرى، فبينما يشعر بعض النساء بأعراض خفيفة أو لا يشعرن بأي أعراض، يشعر البعض الآخر بأعراض شديدة الحدة. بالنسبة للعديد من النساء تتواصل هذه الأعراض كالهبات الساخنة مثلاً لبضع سنوات، لكن قد تعاني منها فئة صغيرة من النساء لفترة أطول. إذا كنت تعانين من علامات انقطاع الدورة الشهرية، فمن المستحسن أن تأخذي موعداً مع طبيبتك العامة أو ممرضة للصحة النسائية أو مع طبيبة في أحد مراكز تنظيم الأسرة في نيو ساوث ويلز لمناقشة وسائل التحكم بأعراض انقطاع الدورة الشهرية. التحكم بأعراض انقطاع الدورة الشهرية. لقد تكلمنا عن انقطاع الدورة الشهرية وأعراضها، فلنتكلم الآن عن الوسائل التي تساعد التحكم بهذه الأعراض. يمكن التحكم بأعراض انقطاع الدورة الشهرية بتحسين الصحة العامة خلال الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية. يمكنك ذلك بالحرص على أخذ قسط جيد من النوم في الليل وتناول المزيد من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة وكمية أقل من الحلويات والمأكولات المقلية وشرب الكثير من الماء وممارسة المزيد من النشاط البدني. وقد وجد العديد من الدراسات أن النساء المدخنات اللواتي يزدن وزنهن عن المعدل الطبيعي واللواتي يعاني من الإجهاد النفسي أو الاكتئاب قد يعاني من أعراض انقطاع الدورة الشهرية بشكل أكبر ولفترات أطول. فإذا كانت من المدخنات، قد تكون هذه فرصة سانحة لاستشارة طبيبتك العامة بشأن الوسائل التي تساعدك في الإقلاع عن التدخين. وإذا احتجت إلى تخفيف وزنك، بإمكان طبيبتك العامة أن تحولك إلى أخصائية في التغذية لكي تساعدك في تحسين نظامك الغذائي. ويمكنك أيضاً بمساعدة طبيبتك العامة بحث سبل معالجة الإجهاد النفسي بوسائل أفضل لصحتك. وقد تكوني سمعتي بأن تناول جبنة التوفو أو شرب حليب الصويا يمكن أن يخفض من أعراض انقطاع الدورة الشهرية، لكن في الواقع لم يتبين من جميع الدراسات البحثية أن تناول مزيد من المأكولات التي تحتوي على الصويا يخفض من أعراض انقطاع الدورة الشهرية. هذا ويمكن أن يعود أسباب الهبات الساخنة إلى تناول المشروبات الساخنة كالقهوة أو الشاي. كذلك فإن تناول المشروبات الباردة التي تحتوي على الكافيين قد تسبب الهبات الساخنة، لذا يفضل الحد من المشروبات الساخنة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. كذلك يمكن أن تؤدي الظروف المجهدة نفسياً إلى حصول الهبات الساخنة.
وعندما تذهبين إلى الفراش للنوم ارتدي ملابس نوم يمكنك خلع بعضها عندما تستيقظين من نومك بسبب شعورك بهبات ساخنة. يمكنك أيضاً استخدام علبة ثلج ملفوفة في كيس من البلاستيك ووضعها تحت مخدتك أو تحضير كوب من الماء البارد قرب سريرك قبل الذهاب إلى الفراش. وبسبب تراجع مستويات الاستروجين في الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية، يعاني العديد من النساء من جفاف مهبلي أو حكاك أو انزعاج أو ألام عند ممارسة الجنس. تشمل علاجات الجفاف المهبلي استخدام مستحضرات مزلقة ومرطبة يمكن شرائها من الصيدلية أو السوبر ماركت بدون وصفة من الطبيب العام. وتستخدم هذه المستحضرات للمهبل تخفيفاً للشعور بالانزعاج وخصوصاً أثناء العملية الجنسية. وهناك أيضاً منتجات هرمونية تحتوي على كميات منخفضة من الاستروجين ويمكن شراؤها بشكل أقراص أو كريم مهبلي، لكن لا تباع هذه المنتجات إلا بوصفة من الطبيبة العامة. وذكر بعض النساء أنهن عانين من تقلب في المزاج أو الاكتئاب خلال الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية. يرجح جداً أن تعود هذه التغييرات إلى تغييرات أخرى تحصل لتلك النساء في هذه الفترة من حياتهن. ومن الوسائل المفيدة لتحسين المزاج الحصول على مشورة من أخصائية بشأن الضغوطات النفسية السابقة والحالية، ومحاولة البقاء على اتصال بالصديقات والعائلة والقيام بأشياء تستمتعن بها وممارسة المزيد من النشاط البدني. وبإمكان الطبيبة العامة أن تصف لك أدوية إذا كانت تساعد في تحسين صحتك النفسية. هذا وتتوفر أقراص سي دي للاسترخاء باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى على الإنترنت، وبإمكانك استعارة أقراص لهذا الغرض من مكتبتك المحلية. ترشدك هذه الأقراص إلى وسائل الاسترخاء والتخفيف من التوتر النفسي. وهناك دواء يباع بوصفة طبية ويمكن للمرأة استخدامه خلال انقطاع الدورة الشهرية، يسمى العلاج الهرموني لانقطاع الدورة الشهرية، وكان يعرف سابقا بعلاج الإعاضة بالهرمون. بما أن أعراض انقطاع الدورة الشهرية يرتبط بانخفاض مستويات الاستروجين، فإن العلاج الهرموني يزود المرأة بالاستروجين عن طريق أقراص أو لصقات أو جل لمساعدتها في التحكم بأعراض انقطاع الدورة الشهرية عندما تتسبب لها عائقاً في حياتها. بالنسبة للنساء اللواتي لم يجرين عملية استئصال رحم، يتم دمج الاستروجين بهرمون آخر يسمى بروجسترون الذي يساعد في الوقاية من فرط سماكة بطانة الرحم. وقد لا يناسب العلاج الهرموني بعض النساء، لكنه خيار مأمون للعديدات، وينبغي أن تراجعي طبيبتك بشأن ملائمة العلاج الهرموني لك وبشأن فوائده ومخاطره والأنواع المختلفة المتوفرة منه. ويمكن أيضاً مراجعة أحد مراكز الصحة النسائية أو طبيبة لدى أحد مراكز تنظيم الأسرة في نيو ساوث ويلز بشأن هذا الخصوص. وعند مراجعة الطبيبة من المهم أن تطرحي ما عندك من أسئلة أو مناقشة أي مخاوف لديك من العلاج الهرموني، وسوف تتفهم طبيبتك أي قرار تتخذينه بشأن استخدام هذا العلاج. وفيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرحيها على طبيبتك: ما هي فوائد العلاج؟ ما المدة التي يجب أن أواصل أخذ فيها الدواء؟ كم يكلف؟ ما هي التأثيرات الجانبية التي يمكن أن أعاني منها؟ ماذا يتعين أن أفعل إذا عانيت من هذه التأثيرات الجانبية؟ هل ستعارض العلاج مع الأدوية الأخرى التي أخذها الآن؟ هل لهذا العلاج مخاطر طويلة الأجل على صحتي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي هذه المخاطر؟ وعدا عن العلاج الهرموني لانقطاع الدورة الشهرية، هناك أيضاً عديد من المنتجات المتوفرة في الصيدليات والسوبر ماركتات التي يروج لها بالإعلانات كعلاجات لأعراض انقطاع الدورة الشهرية. يمكن للنساء شراء هذه المنتجات بدون وصفة طبية، لكن فعاليتها وأمان استخداماتها لفترات طويلة غير معروفة. فإذا قررت استخدام هذه المنتجات، احرصي دائماً على إخبار طبيبك بهذا الشأن. وبالإضافة إلى مراجعة طبيبك بشأن العلاج الهرموني، من المستحسن أن تخبري أفراد عائلتك وصديقاتك بالأمر لمساعدتك ودعمك خلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية. وربما يمكنك حتى تشجيعهم على مؤازرتك في جهودك للحفاظ على صحتك خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية وما بعد. فيما يلي
خلاصة بما تكلمت عنه في هذا الجزء. لدى المرأة عدد من الخيارات للتحكم بأعراض انقطاع الدورة الشهرية، منها استخدام منتجات تحتوي على هرمونات أنثوية. تختلف كل امرأة عن الأخرى، وبالتالي فإن معالجة أعراض انقطاع الدورة الشهرية يجب أن يتناسب مع سن المرأة وصحتها وشدة الأعراض التي تشعر بها ونوع العلاج الذي تفضله. لا يجب أن تتحملي أعراض انقطاع الدورة الشهرية الحادة أو المزعجة. استشيري طبيبة يمكنك أن تناقشي معها بصراحة ما هو الأفضل لك. الحفاظ على الصحة بعد انقطاع الدورة الشهرية. لقد تكلمنا حتى الآن عن الأمور التي يمكن أن تتوقع المرأة التعرض لها خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية، في حين يجد البعض النساء صعوبة خلال هذه الفترة، يراها البعض الآخر فترة انتقالية إيجابية إلى المرحلة التالية من حياتهن. وفي نهاية الحديث أود أن أتكلم عن شؤون صحية أخرى بالغة الأهمية بشأن انقطاع الدورة الشهرية، ومن بينها صحة القلب. يزيد خطر التعرض إلى مرض في القلب بصورة كبيرة بعد انقطاع الدورة الشهرية، وأمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة النساء بعد سن انقطاع الدورة الشهرية. لذا ينبغي أيضاً أن تستشيري طبيبتك العامة بشأن تقييم مسببات أمراض القلب، بما في ذلك فحص الكوليسترول وضغط الدم ووزنك ومسألة التدخين. وللحفاظ على صحة القلب من المهم جداً أن تتناولي مأكولات صحية وتحافظي على ممارسة النشاط البدني وتتوقفي عن التدخين وتقللي من الإجهاد النفسي. ومن الشؤون الصحية المهمة الأخرى صحة العظم، فقد يسبب انخفاض معدل الاستروجين خلال انقطاع الدورة الشهرية هشاشة في العظم، ويزيد بالتالي من احتمال التعرض لكسور في العظم. للحفاظ على سلامة عظمك احرصي على تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين دي كل يوم. تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الحليب والألبان، الزبادي والأجبان والسبانخ والبروكلي والفول وسمك السالمون والسردين والتمر والمكسرات والتين. وأفضل مصدر لفيتامين دي هو أشعة الشمس، ويساعد تعريض البشرة لكمية كبيرة من أشعة الشمس على إنتاج هذا الفيتامين شديد الأهمية. الأمر الآخر المهم لصحة المرأة خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية هو متابعة الفحوصات الصحية بانتظام، والتي تشمل فحص مسح عنق الرحم وتصوير الثدي بالأشعة الماموغرام. ويتعين القيام بهذه الفحوصات الصحية لحين بلوغ حوالي 74 عام من العمر. أرجو أن أكون قد أعطيتك ما يكفي من المعلومات عن انقطاع الدورة الشهرية وما يمكن أن تفعلي لوقاية صحتك خلال الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية والسنوات التي تليها. وتذكري أنه بإمكان المرأة مهما كان سنها أن تبدأ القيام بأشياء يمكن أن تحسن صحتها وعافيتها. يتعين على المرأة خلال الفترة القريبة من انقطاع الدورة الشهرية وما بعدها أن تحافظ على صحة قلبها وعظمها. يتعين على المرأة أن تواصل فحوصاتها الصحية المنتظمة حتى بعد انقطاع الدورة الشهرية.